أهلا وسهلا أصدقائي، حياكم في قناتي اللي نتكلم فيها عن النباتات المنزلية. من اليوم عن نبات صبار المدغشقر. مدغشقر هو نوع من الصباريات، وقالوا نخيل قالوا صبار. فاللي يوم سويت سيرش عنها طلعت فعلا موجودة في مجموعتي. نشوف حجمها صغير بس نشوف شلون شكلها صاير. أنا لما خذيتها كانوا بس هذيل الاثنين، هذيل كانوا الاثنين موجودين، هذيل ما كانوا موجودين تحت، حتى هذا ما كان موجود. فأنا توقعت أن هي راح تطول على هذا الشكل، راح تصير طويلة بهذا الشكل، بس هذا اللي هو راح يكون فيها طويل إنها راح تمد بهذا الشكل. لكن بعدين مع الأيام مع السقي والاهتمام ووجودها تحت الإضاءة هني، لو نشوف حتى كاهو هذا المكان، هذا ترولي مال شاي بس ما راح استعمله، حطيت تحت ليت بالترولي نفسها، مو نحط فوقها الشاي والمطارات والقهوة والبيالات والاستكانات. تحت هذا الرف حطيت فيه ليت عادي مال البيت، الليت العادي مو جرولايت، ورصيت تحت بالطاولة أنواع الصباريات الموجودة اللي عندي. يمكن في فيديو سابق شفتوه، أن الفيديو مال الصباريات وريتكم صورة عن المكان اللي هم قاعدين فيه. هو وراي ما راح يبين بس كاهو نشوفه، هذا هو الترولي وفوق النبتات وهذا الليت العادي، ومن تحت هم هني الصباريات، هم موجودين بهذا المكان. نشوفها ان هي جميلة وتعتبر قزمة، لان نشوف طولها يعني حتى ما يتعدى صغيرة، كم يعني على راحة الإيد وتحت الجذور. لكن طلعت هم هذيل الثنتين، طلعوا هذيل كاهم من تحت نشوفهم، هذيل بيبياتها واحدة ثنتين ثلاث. أنا قاعدة أشوف بالحوض كاهم، هم اللي فيهم هذا الورق تحت، هو ساق صغير يبين ساق صغير وقاعد يطلع لي هذا الورق، وفي هذا بعد ساق صغير كاهو ومطلع ورق، وهني من ورا كاهو الساق الصغير، هذا ساق وهذا ساق وهذا ساق ثالث، يعني الحين خمسة، ثنتين الأم والأبو وعيالهم ثلاثة تحتهم. طبعا لأنها صبارية فتعتمد على نشفان التربة، ما نسقي وايد خاصة أنها في جو البيت وعلى إضاءة البيت، فتحب نشفان التربة عشان لا تتأذى. وطبعا هذا جدا عادي، هذا من نوع من الاهتمام ان احنا ننظف لها الاوراق، ننظف لها التربه من اشياء اللي ميته او اليابسه او اللينه. فانا احب ان اشيل عنها هذه الاشياء، ناشف ما له داعي وجوده. وهي بحوض مفتوح بس فتحه صغيره، وهو هذا الحوض فكرته كذي شكله حلو، فقلت يلا تمام راح يمشي معاها، جميلة جدا. وأسقيها مرة بالشهر لين ينقط، يعني أصب ماي مرة ثنتين لين أشوفه، أصب مرة وأصب مرة ثانية لين أشوفه هو ينقط من تحت. شوفها هذه فتحة التصريف، فأسقيها بالشهر مرة لين ينقط هذا الماي، وبس أخليها تحت إضاءة البيت بس قريب منها مثل ما وريتكم، قريب منها يعني هو. فهي عايشة بهذا الشكل، وقلت لكم أنا أول ما خذيتها كانوا بس هذيل، الحين ما شاء الله مطلعة بيبيات وقاعدة تطلع، هي قاعدة تمت. نشوف هذا الجديد، هذا كله جديد، هذا يعني من هني هذا الجديد اللي طلع نشوفه، وهذا القديم اللي كان موجود عندي. وهذه هي صبار المدغشقر، جميلة حلوة سهلة الاهتمام، خلوها هي راح تقول كل شيء تبيه، راح تبين ان هي قاعد تكبر، تبين ان هي محتاجة ماء او لا. هذه نفسها نفس الطريقة، بس نشوف الساق فيها وايد طويل، اطول من هذيل زين. فحطتها بحوض مسكر، نشوف من كثر السقي قاعد يتجمع فيها هذا اللون الاخضر، اذا صار وايد نقدر احنا نطلعها وشوي شوي ندير بالنا عليها،
ونغسل الحوض ونردها مرة ثانية، لكن أنا ما راح أسوي هذا الشيء، خليها كذي ترتاح، لأن هي عندي بهذا الوضع الحوض المسكر أسقيها قليل من الماي اللي يتجمع قليل فوق وأخليه هو ينزل على الراحة، فنشوف فيها النمو قاعدة تكبر وقاعدة تتجمع معاها وقاعد يطلع لها هذا الورق يشابه هذه. أنا أشوف السائق ما أقدر أقول نفس النوع لكن نفس الشكل. هذه الملاحظ فيها، شوف هني في هذا الشوك، هذا الشوك مع هذا القطن، هي ترى هي يعني كذي، هي كذي. زين بعدين يصير في ورق، فما أدري هل هي نفس النوع أو لا، لكن شفتها تشابهها قلت خلنا أصورها وياها. هذه هي بحوض مسكر ما فيها فتحة تصريف ولا شيء، وأسقيها قليل من الماي ينزل يروح حق الجذور وقاعد تكبر. هي كانت لهني، نشوفها شلون قاعد تمشي. هذا كله طلع عندي، شوفها هذا كله طلع عندي وفوق قاعد يطلع معاها هذا الشيء. وهذه أنا صراحة ما شريتها، هذه لقيتها طايحة بالمحل وقال لي راح تموت ما راح تعيش عندك، لكن كاهي كبرت وجميلة. خلنا أوريكم أنواع ثانية من الصباريات. حجمها كبير، وايد كبيرة. خلنا نشوفها، خلنا نحطها يمي هني، تقدرون تشوفون حجمها شلون كبير، كبيرة. والساق كذلك عندها متين، والأوراق ما شاء الله، يعني نشوف الأطراف شلون صايرة مثل الشوك، جميلة. بس قاعدة يصير معاها الساق متين وهي قاعدة تكبر بهذا الشكل. وهذا الحوض نفس الشيء، فخار وفي فتحة من تحت كاي الفتحة، فأسقيها أترس لها الحوض. أنا مخليت لها هذا المجال تقريبا لهني، مخليها مجال للتربة، فهذا المكان أترسه ماي مرة مرتين، أصب ماي وخليه ينزل وأصب ماي وخليه ينزل، راح ينزل من فتحات التصريف وبس. هذا هو، فهي تعيش بهذا الجو عندي يم هذه، يعني يم بعض، هما هذيلا كلهم يم بعض، فعندهم نفس الإضاءة نفس المكان. عندي كذلك هذه حطتها بهذا الحوض، جميل شكله جلاس وكذي، وفي صحن بس ما جبت الصحن، بس نشوف شكلها جميلة نفس الفكرة. قاعدة تكبر من النص، هذه نشوفها أوبس قاعدة تكبر من النص، وقاعدة هذيلة قاعدين يفتحون كذي يفتحون كذي، وهذه قاعدة تمد من النص وبحوض مفتوح من تحت، كاهو مفتوح من تحت، فأصب لها ماي مرتين، مرة أول مرة وقعد أنطر، وثاني مرة أنطر لين هو يقطر وخلصنا كذي. هذه هي، خلنا أوريكم بعد صبارية جميلة وكبيرة. لازم أوخر عشان تبين، خلنا أوخر. كاهي جميلة وكبيرة، نشوفها ونفس الفكرة، فيها فكرة الشوك هذا مالها. إنزين، وورقها جميل صراحة، غريبة يعني. ونشوفها هني مع اهتمامي ورعايتي لها، خلنا أوخر هذيلا عشان نقدر نتكلم. نشوف فيها بيبيات، هذا البيبي كاو بيبي، هذا البيبي، في واحد ثاني، أو فيها ثلاثة، خلنا نشوف، اثنين ثلاثة أربعة وواحد، هذا كبير، هذا بيبي كبير كاو، هذا هو كبير، أقدر أفصله بس أنا ما عندي مكان. وهذا الثاني، هذا واحد وهذا الثاني، وفي هني الثالث كاهو، كلهم طالعين من تحتها وهي كبيرة بهذا الشكل. ولأنها هي بحوض ديكور، لحظة شوي، لأن هي بحوض ديكور فأرفعها شوية نشوف شنو قاعد يصير معاها. هذا من عشان تعرفون ايش كثر صار لها عندي، مو مشكلة خليها تصير كذي، علشان الجذور هي اللي راح تشرب ماي، أصب لها بالربع الأخير ماي وقعدها
تشرب على راحتها، وايد اريح لي. وكذي ومرة بالشهر معاهم وبنفس المكان اللي هني، فهي تكون لها الإضاءة أقرب، إضاءة البيت العادية، فنشوف فيها مستانسة هي وقاعدة تتوزع كذي، تفتح كذي وقليل لفوق، وهذه هي. وبكذي تكلمنا عن صبار مدغشقر وأنواع الصباريات الثانية اللي عندي موجودة، أحجامهم كبيرة وأحجامهم حلوة برعايتي واهتمامي، على إضاءة البيت ما عندي شمس، والسقي مرة بالشهر لأنهم صباريات يصبرون، ونشوف فيهم النمو والتطور. وهذا جواب على واحدة من المشاهدين اللي طلبت مني صبار مدغشقر. أنا بصراحة عجبتني هذه، شكلي باخذها، بس هم كبار وحوضهم كبير، ما عندي مكان، وتربتهم نشوف شلون صايرة. فأنا قاعدة أقول هذه ليش؟ لأن هذه واحدة بروحها، هي شلون أطلعها؟ الشوك يقزز. يا ربي، أوتش أوتش أوتش، يقزز. أوه ماي جاد، كاي جميلة وهي بروحها، هذا ما شلون رحت واخذ، لا كني هونت بس ما بيك، والله تقزز. اي حيل تقزز. شكرا شكرا، يعني هذا يبي لها واحد صج يعني عنده مكان مناسب حقها حيل. طبعا هالاشياء انا انصحكم ما تاخذونها، راح تموت لانها ملونه. ملونينه. بالنسبه حق الصباريات وهذا موضوع ثاني، لازم ندور اللي تكون تربتها ناشفه، لأن اللي تربتها رطبة نجيبها عندنا في البيت راح تخترب. ليش؟ لأن هني الجو غير عن جو بيتنا، فإحنا راح يكون جو بيتنا مسكر، ما في شمس، ما في وبارد، فاللي تربتها رطبة حيل صدقوني راح تموت. فندور أو نيجي يوم ثاني يكون السقي خلص مالهم نشف، فناخذ لنا واحدة بس وايد كبيرة وتبي إضاءة كذي.